بحضور عدد من المستثمرين والشركات العالمية، فضلا عن بعض المبدعين، احتضنت محافظة البصرة مؤتمرا علميا يعد الحدث الأضخم في مجال تقنية المعلومات الهاكاثون. ملتقى المبدعين ومحط أنظار المستثمرين والشركات، هكذا يجتمع المبرمجون والمهندسون من خلال انطلاق الحدث الأضخم الهاكاثون بمجال تقنية المعلومات في جنوب العراق، وبمشاركة كبريات الشركات العالمية، حيث تصدرت البصرة المرتبة الثامنة عالميا من بين دول العالم. فعاليات بي اي تي 18 يوم بمحافظة البصرة، الحدث الأضخم بجنوب العراق نقدر نسميه بهالمجال، مجال تقنية المعلومات. البصرة بالموقع الثامن، وهذا الموضوع مهم جدا، لأول مرة محافظة عراقية تدخل بهالمجال هذا. حقيقة اليوم الحضور راح يكون دعم، احنا الداعمين لهذا المؤتمر. اليوم ركزنا على مواضيع خدمة الانترنت وكيف تطوير القطاع الاتصالات العام في العراق. المؤتمر هذا هو بوابة جديدة وفرصة إلى كل الشباب اللي ما لقوا مكان إنه يظهرون بطاقاتهم أو إمكانياتهم. يمكن اليوم أنت حضرتك شفت الناس اللي قدمت المشاريع اللي موجودة عندها. قدم بعض المشاركين أعمال ترتقي لمستوى الدول العالمية، ومنها صناعة الروبوت وأفكار تحاكي الواقع الحالي الذي يهدد الدول كالسيول وكيفية معالجتها، بالإضافة للاهتمام بجانب التطبيقات ومواقع التواصل الاجتماعي التي يتصدر الانترنت العمل بها. أريد نصنع روبوت مساعد، شنو فايدة يشوف لعدو يسمع؟ أكيد يسمع، حتى أنا عمره روبوت، أنا عمره أقول له سوي لي فلان شيء، جيب نقالي. ظواهر طبيعية ما تقدر تسيطر عليها، السيول، التسونامي مثلا جاي يصير هالأيام ما تقدر تسيطر عليه، فمن تجي احنا نريد نخفض نسبة المياه الموجودة بالمدينة بأكبر قدر ممكن، بحيث تشتغل عندنا سنسورات حساسات موجودة بالرصيف وموجودة بأماكن أخرى، إذا وصل الماء لليفل معين تشتغل جاينت غطاس عملاق. فكر أنه نسوي روبوت كامل وهم تقدر تقلية نحاول. المشاكل واجهتنا فعلا هي بالنسبة للرازبري باي أنه قليل متوفرة شروحات عنه، مكاتب عنه، فيحتاج هالشي وقت أكثر. يتأمل الكثير من الشباب أن تكون طروحاتهم محط أنظار الشركات العالمية وترعى من جميع الجوانب لتنفذ بطريقة احترافية إبداعية قابلة للتطبيق كمشاريع حقيقية وخلاقة. علي عدنان، قناة الرشيد الفضائية، البصرة.